بعد قصة حب رومانسية زواج النجم الهندية فارون داوانا وناتاشا دلالة. تزوج اليوم الأحد 24 من يناير الممثل الهندي الشهير فارون داوانا من صديقته لسنوات ناتاشا دلالة، وأقيم حفل الزفاف في مدينة علي باغ الهندية. ولقد تداولت صحف ومواقع إخبارية هندية صور ومقاطع فيديو للحظات وصول فارون وناتاشا وأفراد عائلتهما وأصدقائهما المقربين إلى مدينة علي باغ استعدادا لاحتفالات الزفاف. كانت التقارير التي تحدثت عن تخطيط فارون داوان وناتاشا دلالة للزواج في يوم 24 من يناير 2021 قد بدأت بالظهور في وقت سابق، إلا أن مقربون من فارون قاموا بنفيها أو تجنبوا التعليق عليها في البداية، قبل أن يقوم الممثل الهندي وعم فارون أنيل داوان بتأكيد صحة هذه الأنباء في تصريح له لأحد المواقع والمعروفة بسبوت باي، حيث قال: ابن أخي فارون سيتزوج في اليوم 24 من يناير، أتطلع لذلك كثيرا. فارون وناتاشا التقيا للمرة الأولى في المدرسة عندما كانا طالبين في الصف السادس، وطوال الفترة التي استمرت فيها علاقتهما الرومانسية تجنب الحديث تماما عن علاقتهما بشكل علني، إلا أن فارون قد بدأ بالحديث مؤخرا بشكل علني عن حبه لناتاشا، وأثناء مشاركته في الدعاية لفيلمه الجديد تحدث عن رغبته في الزواج منها في هذا العام. وخلال ظهور له في البرنامج الحواري الشهير للنجمة الهندية كارينا كابور، تحدث فارون عن قصة الحب التي تجمعه بناتاشا، وقال: لقد وقعت في حبها بعد تدريب كرة السلة في المدرسة، أتذكر رؤيتها وهي تسير على مسافة قريبة، وأتذكر أنني نظرت إليها ورؤيتها حقا، وعندما رأيتها في تلك اللحظة شعرت أنني وقعت في الحب، كان ذلك ما حدث، ولقد رفضتني 3 و4 مرات، لكنني لم أفقد الأمل. Oh.